تمكن العلاجات المبتكرة من التحسين في مستوى ونوعية العلاج المقدم للمريض، خاصة مرضى السرطان، غير أن الجزائر تضم عدداً محدوداً من هذه الأدوية، 4 منها موجهة لعلاج سرطان الثدي و3 لعلاج سرطان الرئة. بلدان شمال إفريقيا وشرق الأوسط مع تركيا، في هذه المجموعة الجزائر تحتل مرتبة بخاتيكمو الأخيرة في يعني لا ديسپونيبيليتي دي ميديكامون باش في وفرت هذه العلاجات هذوما المبتكرة. هذا راجع لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو التكلفة تاع هذه الأدوية، تكلفة، وعندك البيروقراطية في لونغوجيسترمون سا بران دو تان. على الرغم من تسجيل عدد من الأدوية المبتكرة الأخرى، إلا أنها لم تدخل قيد الاستعمال بعد، في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون على أن الاعتماد على هذه العلاجات المبتكرة يسمح بالتكفل الأمثل بالمريض وتمديد المستوى المعيشي، مما يخفض من نسبة الوفيات. لي سوان تراديسيونيل عندهم دي زيفي سيكوندير على لو باسيون. هذو لي نوفو ثيرابي يقلوا بزاف من هذا كيش نقول لك لي زيفي سيكوندير داكور. اي ان ميم طون كي عندك اون بوبولاسيون ان بون سونتي سي بون بور ليكونومي. اللي راهو يسو سون بون سونتي يقدر يخدم، يقدر هذا البيرميت دو ريدوير لا مورتاليتي اي ان ميم طون دوغمونتي لا سورفي. هكذا عندهم كو ميم دي زافونتاج ايكونوميك اوسي، دي زافونتاج كلينيك دو كاليتي دي في بور لي باسيون ايتترا. يحتاج تطوير تبني العلاجات المبتكرة في الجزائر إلى إدراج آليات تساعد على تسهيل اعتماد هذه العلاجات من مرحلة تسجيل الدواء وتمويله إلى غاية استفادة المريض منه.